السلام عليكم. في حالة إنك كنت شخص مدني وتعرض المكان اللي أنت فيه لهجوم من العدو باستخدام غاز السارين، وهو أحد غازات الأعصاب، أول حاجة هتلاحظها في الجو عند الهجوم هو وجود ضباب خفيف منتشر في المكان كله، لأن غاز السارين لما بينفجر بيتحول لبخار شبه بخار المية جدا. في بعض المعلومات المهمة اللي لازم تعرفها ازاي تتصرف اذا حصل هجوم من العدو باستخدام غاز السارين لحماية نفسك وحماية اسرتك. غاز السارين له رمز، هو جي بي، غاز السارين عديم اللون وعديم الطعم وعديم الريحة، وبالتالي مش سهل انك تكتشفه، لكن هتلاحظ ان عند الانفجار في بخار يشبه بخار المية منتشر في الجو. اول حاجة تعملها حاول تبعد قدر الامكان عن البخار ده، احمي تنفسك واحمي جسمك كله. غاز السارين أتقل من الهواء فبينزل لتحت، فإذا كنت في مكان مفتوح اتوجه لمكان عالي علشان غاز السارين هتكون كثافته أقل وانت في الأعلى. العدو المجرم بيستخدم غاز السارين لاستهداف المدنيين، والضحايا اللي بتقع نتيجة هذا الاستهداف بيكون أكترهم من الأطفال. الوفيات دي بتحصل عن طريق الاختناق، لأن غاز السارين بيأثر على الجهاز العصبي وبيشل قدرة العضلات في الجسم على التحرك، وبالتالي العضلات المسؤولة عن التنفس بتقف، عضلات القلب بتتأثر، تشنجات في جميع أجزاء الجسم بتظهر. أول أعراض هتلاحظها عند التعرض لغاز السارين هو سيلان الأنف وضيق في الصدر وانقباض حدقة العين، على طول تعرف إن حصل هجوم في المنطقة بغاز السارين، ولازم تاخد الإجراءات والإسعافات الأولية اللي هنقولها حالا. أول حاجة، إذا تم الهجوم في الخارج وكنت أنت داخل مبنى، اغلق النوافذ جيدا، اقفل المكيفات، ما تسمحش بدخول أي هواء إلى المكان اللي أنت قاعد فيه. أما إذا كنت أنت في الخارج وحصل الهجوم، فابتعد عن المنطقة وتوجه لمكان عالي، لأن احنا قلنا إن غاز السارين تقيل فهينزل ناحية الأرض، فأنت توجه لمكان عالي علشان تبتعد عنه قدر الإمكان. ازاي تقدر تساعد نفسك وتساعد اسرتك واطفالك لو تعذر وصول فرق الانقاذ ليك والاسعاف؟ اول حاجة، غطي جسمك كله وايديك ووشك، وتنفس من خلال قماشة مبلولة بالماء، ويفضل لو كانت مبلولة بمحلول مية متدوب فيه معلقة بيكنج صودا، لان المحلول ده بيساعد على ان غاز السارين يتحلل لمواد غير سامة. ليه لازم تغطي جسمك وايديك ووجهك؟ لان غاز السارين يمكن امتصاصه من خلال الجلد او التنفس. تاني حاجة لازم تعملها إذا تعرضت للهجوم بالسارين، مزق ثيابك كلها، ما تخلعهاش عن طريق تمريرها عبر راسك علشان ما يجيش أثر من السارين على عينك وأنفك ووجهك، وبالتالي يدخل لجسمك وتتسمم بسببه. تالت حاجة لازم تعملها الاستحمام فورا بمية كتير لإزالة غاز السارين، لأن السارين يمكن أن يمتص في الجسم عن طريق الاستنشاق أو البلع أو ملامسة الجلد أو ملامسة العين. نشف جسمك جيدا لإزالة جميع السوائل من عليه قبل ما ترتدي ثياب جديدة. الهدوم اللي كانت ملوثة بغاز السارين لازم تحطها في كيس بلاستيك سميك أو عدة أكياس وتحكم إغلاقه، لأن الملابس الملوثة دي ممكن ينطلق منها غاز السارين مرة أخرى ويصيبك ويصيب المحيطين بيك. طبعا توجه لأقرب مستشفى لطلب المساعدة. في حالة تعذر وصول فرق الإنقاذ والإسعاف ليك وكنت مضطر لإزالة غاز السارين من المكان لتقليل خطره على حياتك وحياة أسرتك، أول حاجة احمي جسمك كويس جدا وتنفس من خلال قماشة مبلولة بمحلول الماء والبيكنج صودا. استخدم المنظفات والماء والفرش الناعمة في تنظيف أدوات الحماية الشخصية والمكان لإزالة السارين. السارين هيتحلل بسرعة جدا بواسطة المية أو الهيدروكسيد ويتحول لمواد غير سامة. لازم تتوجه فورا للمستشفى لتلقي العلاج الطبي، واللي بيكون في الغالب عن طريق استخدام أدوية هي الأتروبين والبارالودوكسايم، ودول لازم بيتاخدوا في أقرب وقت بعد ظهور أعراض التسمم أو الأعراض الأولية اللي قلنا عليها. النوعين دول من الأدوية بيستخدموا كمضاد للتسمم بالمواد الكيماوية اللي زي السارين، أو التسمم بالمبيدات الحشرية، أو التسمم بأي مواد كيماوية بتأثر على الجهاز العصبي للجسم، لأنها بتقوم بوقف عمل السارين داخل الجسم فبيستعيد الجهاز العصبي قدرته على العمل. الأدوية دي في الغالب بتعطى عن طريق الحقن في عضلة أعلى الفخذ. وفي حالة إنك كنت بتساعد أحد المصابين، خرجه من المنطقة الملوثة، قم بإزالة الملابس عن جسمه بتمزيقها مش بخلعها، اغسل جسد المريض باستخدام محلول الماء والصابون، حاول ان جلد المريض ما يتخدش باي شكل اثناء عملية انقاذه، قم بتغطية جسم المريض حتى لا يتعرض للصدمة وفقدان الحرارة، توجه به فورا لاقرب مستشفى لتلقي العلاج الطبي. في حالة قيام العدو المجرم بمهاجمة بلدك بغاز السارين
أو أي غاز من غازات الأعصاب، لا تصاب بالهلع، اعمل الإسعافات الأولية واعمل إجراءات الوقاية، ساهم في إنقاذ نفسك وإنقاذ اللي حواليك.